شامنا يا الكامل يا الكامل من عوزين من الافتتاح ديال الدوره غادي يبدا مع 11. الدخول كيكون من الباب الخلفي، انا غادي نمشي يعني باش ندخل البرلمان لان هذا حقي كممثله ديال 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 الشعب، وانه هذا يعني هذا البلاغ اللي صدر هو بلاغ اولا لا قانوني لا دستوري ولكن حتى لا منطقي، لانه يعني الوضع الوبائي في بلادنا في تراجع، وانه كاين واحد العدد ديال المرافق العمومية والخاصة اللي هي مفتوحة للجميع، فمن غير المعقول ولا المقبول بأنه يستمر المنع ديال الحزب الاشتراكي الموحد والصوت ديالو داخل البرلمان. فاحنا كنا أول يعني من تفاجأ بذاك البلاغ اللي صدر على الرئاسة ديال البرلمان، واللي كيحددوا فيه بأن الولوج لقباد البرلمان مشروط بتوفير جواز ديال التلقيح. هذا الجواز التلقيح كما لا يخفى اليوم على أي أحد أنه لا يصلح لشيء، لأنه لا يحمي حامله اللي يمكن يكون تلقى جرعة أو جوج أو ثلاثة ديال الجرعات، أنه يمكن يعاود يتصاب مع كل أسف، ويمكن له حتى وينقل الأدواء. إذن أنا لا أشكل أي خطر على أي نائب أو نائبة داخل البرلمان. إذن استمرار المنع ديالي من ولوج البرلمان بعد ما أجريت مباراة كبيرة يعني في الملاعب اللي جمعات آلاف ديال المغاربة، بعد ما تفتحت كل المرافق وقلنا غادي ترجع الحياة الاقتصادية وغادي ترجع الحركة، لأن قطاعات كلها ماتت، قطاع ديال السياحة ديال يعني اللي فيه المقاهي والمطاعم، كل ما الناس هادو عارضة اللي هي كتحاول تكون معارضة بناءة وقوية في نفس الوقت، وأننا الهم اللي رافدينو هو أننا ندافعوا على قضايا البلاد ديالنا والقضايا ديال الشعب المغربي اللي هو اليوم كيعاني من الفقر، كيعاني من البطالة، كيعاني من التهميش، كيعاني من كل أشكال العنف والضرب للحريات ديالو والحقوق ديالو. إذا الصوت ديالنا احنا فيما يزعج، حيث أنه أنا ما عندناش احنا كحزب اشتراكي موحد ما عندناش مجموعة أو فريق. إذا الوقت ديال الكلمة يعني اللي غادي ناخذوها داخل البرلمان بشكل شفوي كتكون قليلة، بضع ثواني. إذا حنا كنشتغلوا بالأسئلة الكتابية اللي كنصيفطوها، ثم كنشتغلوا كذلك بالعمل القرب مع المواطنات والمواطنين، وكنطلعوا على قضاياهم باش يمكننا نطرحوها داخل البرلمان، ويعني وكنتواصلوا عبر وسائل متعددة. إذا ما فهمناش حنايا الدولة المغربية اللي هذه الحكومة هذه كتقول بأنها يعني تؤكد على الاختيار الديمقراطي. الاختيار الديمقراطي هو اولا تفعيل ديال المؤسسات ديال البلاد، وعلى راسها يعني البرلمان اللي هو كيمثل يعني السلطه التشريعيه، واللي خصو يقوم بمهام كبيره بما فيها العمل ديال التقصي وديال المراقبه. وانتم تتعرفوا اليوم كاين قضايا كبيره ديال الفساد، والبرلمان يمكن له يلعب دور كبير، وحنا الدور ديالنا هو اننا ندفعوا هاد الناس باش يطبقوا كل ما هو ايجابي في هذا الاتجاه، باش ننتصروا القضايا الوطن والشعب، واننا يعني نضربوا على ايادي الفاسدين في هذه البلاد، واننا نتقدموا باتجاه البناء الديمقراطي الحقيقي. اذا تجي وتقول لي الخيار الديمقراطي وتجي تخلي يعني برلمانيه خارج، هذا الشيء كله تناقض. يعني في مغرب التناقضات الكبرى ومغرب الفوارق الكبرى، هذا الشيء ربما يمكن ما يفاجئش بعض الناس، ولكن احنا هذا حقنا وسندافع عنه كحزب اشتراكي موحد. وبالمناسبة تنحيي يعني كل الفعاليات السياسية ولا النقابية ولا الجمعوية ولا المثقفون ولا المحامون ولا كل الرفيقات والرفاق اللي جاوا من أقصى البقاع ديال الوطن باش يعبروا على صوتهم، صوت واحد كيقولوا بأن الحزب الاشتراكي الموحد راه غادي يبقى صامد كيدافع على الحق ديالو باش يكون ماشي غير في وسط البرلمان، وباش أنه يسمع هذا الصوت اللي هو مقدم مشروع بديل باش بلادنا تنهض، باش مواطناتنا ومواطنينا يعيشوا بكرامة وتوفر لهم جميع الحقوق ديالهم والحريات ديالهم. وشكرا للصحافة اللي حضرت بكثافة. أنا كنحييكم وكنحيي الشباب اللي هو اليوم راه حامل واحد يعني واحد المهمة اللي هي كبيرة. أنتم تتعرفوا بأنه الصحافة يمكن لها تساعد بواحد الشكل كبير في التنوير ديال الرأي العام وفي الدفع بالعجلة ديال التنمية في بلادنا والديمقراطية في بلادنا، ونبنيو دولة الحقوق في بلادنا والدولة ديال الحريات. ما تخافوش تنتوما، بلغوا صوتنا، سمعوا الآخرين، طرحوا عليهم أسئلة، منهم رئيس البرلمان، رئيس ديال الحكومة، كيفاش يمكن أنه نستمروا يعني في نفس الإجراءات في الوقت اللي العالم كله راه كيعرف واحد الانفراج في هذا المجال هذا، وما كاين حتى شي دولة كتمنع البرلمانيين ديالها
باش يدخلوا البرلمان. ومرة أخرى كنحييكم وكنشد على يديكم. الجماهير الشعبية تعيد نضال فينا.